يا الله. امبارح طالعنا تعميم وإشارة لكل الأخوة المراجعين بعدم مراجعة الحالات الباردة للمستشفى. طبعا هذا العمل هو في إطار الهدف الأساسي هو تخفيف حالات الازدحام اللي بتصير في أمام العيادات واختلاط الناس مع بعضها، فأنه خلي الناس تهدى في بيوتها. اللي ما عنده شيء ضروري جدا جدا لا يجي على المستشفى يا جماعة، لا يأذي حاله ياخذ عدوى من مرافق مريض تاني أو من أحد تاني، ولا يأذي غيره بأنه هو يوصل له المرض. مرحلة صعبة رح نعدي فيها كلياتنا، لازم دائما نتعامل بجدية مع الأمر. الأمر أكثر من كارثي في المناطق اللي نحن عايشين فيها، مناطق مخيمات، مناطق اكتظاظ سكاني، مناطق بنية تحتية فيها من أسوأ ما يكون. البنية الصحية لا تحتمل أي جائحة، يعني نحن سنقف عاجزين في أي تفشي لمرض الكورونا عنا. هلا نحن ضمن هالظروف هاي من التوجهات العالمية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة المجتمع، قمنا بمجموعة من الإجراءات ضمن المشفى. أول شيء قمنا بتخفيف عدد المعاينات في العيادات، وفصلنا العيادات على مدار اليوم لتخفيف الازدحام، وأوقفنا العمليات الباردة وعطيناها مواعيد لأوقات أخرى بما يتعلق بالعمليات الجراحية الباردة، ومنعنا زيارات المرضى منعا باتا يعني نهائيا. وكمان بيكون مرافق واحد مع كل مريض في المشفى. العصار كم صار أقسام عصار على الكتاب؟ بس مش كده.